السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تطبيق بكتب بلوكس ده بنطلع فيه خطوة من السكراتش. يعني سكراتش ادينا الحاجات الأساسية وتعلمناها، وهنا بنبدأ ندخل في تفاصيل أكتر. من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نتعلمها ان احنا نبدأ نتعلم لغة البايثون، بايثون كودينج. طيب العادي ان احنا نختار بلوك كودينج، لكن المرة دي هنختار بايثون كودينج. طيب هو هنا اوتوماتيك بدأ يعرف متغير سبريت وعرفه ان هو الدبدوب دوت، الدبدوب ده اسمه توبي، فهو كتبه هنا توبي. لو انا عامل شخصية اخرى ممكن الشخصية الاخرى دي اسمها باي اسم تاني وعمل لها تعريف بالشكل دوت. طيب انا هبدأ اجي اقول له سبيريت دوت، اول ما بقول له دوت هو بقى بيدور عنده ايه اللي كان ده يقدر ان هو يعمله. تمام، مثلا ان هو يقول سي واحطه بين اقواس كده هلو وورلد وابدا اقول له رن، يبدا يقول لي هلو وورلد هنا. طيب لو انا قلت له برنت اطبع، وممكن اقول له اي كلمه هنا برنت هاي واقول له رن، رن اول ده بيخلي كل حاجه تشتغل هنا. تمام، يعني لو اكتر من اوبجكت يبدا يشتغله. كتب لي كلمه هاي في جزء التيرمينال اللي موجود تحت. طيب خليني اقول له دوت وشوف بقى ايه الحاجه اللي انا ممكن ان انا اعملها. هو المفروض ان عنده قايمه بكل الحاجات اللي نعملها، يعني ممكن اخليه يتحرك يمين شمال موف زي ما انا عايز. النقطه دي المفروض ان هو يقول لي بعد كده ايه الحاجه اللي ممكن الكائن ده يعملها. مثلا اول ما كتبت ام بدا يقول لي ان انت ممكن مثلا موف. طيب موف بمقدار كام؟ مثلا بمقدار 20. تمام، يبقى هو كده هيعمل ايه؟ هيعمل هلو وورلد وبعد كده برنت يطبع هاي تحت في التيرمينال، وبعد كده يبدأ ان هو يتحرك بمقدار 20 اهو. تمام، طيب خلينا نقول له مثلا بدل موف دي ممكن نشوف هو ممكن يعمل لنا ايه. مثلا ممكن نقول له اس فيقول لي مثلا عندي سي سيت سايز، مثلا يظبط لي السايز او الفوليوم او 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 كل الحاجات دي يقدر ان هو يعملها. سيت سايز مثلا 1.2 مثلا اهو، نقول له ران صغر خالص. لا احنا ممكن نقول له ايه، اعتقد ان هو بيحسبها من 100، ممكن نقول له خليها 50 مثلا اهو. لو خليناه مثلا 110 يبقى قريب من حجمه الطبيعي وهكذا. تمام، فتقدر ان انت تخش معاه في البرمجة بسهولة. ممكن تحدد مثلا ماوس اكس والماوس واي مثلا، ممكن انظر يعني في حاجات كتيرة، ممكن مثلا باك دروب مثلا، في امور كتيرة تقدر انت تستخدم شينج افكت مثلا او تعمل كلير او شينج سايز. ممكن تعمل له هايد مثلا، يعني بعد ما يعمل السايز دوت يروح ايه مختفي. تمام، فاحنا كده اتنقلنا من فكرة البلوك لفكرة البايثون. طبعا هنا الملفات بتاعتك، يعني ستيج ده لو انت عايز تبرمج حاجه في قلب الستيج. تمام، وحتى مسماها سبيريت ستيج. هنا اللي انت تكتبه هنا ملوش علاقه باللي موجود في التوبي. تمام، يعني حتى لو قلت له ران ما اثرش على دوت، لازم تقول له ران اول عشان يبدا ياثر لك على الكائن ده هو الاخر. تمام، ويخلينا نروح للتوبي مثلا. احنا عملنا له هايد، ممكن بعد كده نعمل له شو، يعني بعد ما يختفي يظهر تاني. يعني هقول له ران هيمشي بقى على الكود مرة واحدة. أول حاجة هلو وورلد وبعد كده هاي وبعد كده يختفي ويظهر. تمام، وهنا هكتب لك الهاي. كل مرة بيبدأ ان هو يحط كلمة هاي جديدة. بس دي فكرة البايثون، اتمنى تكون بداية لتعلم البايثون.